البروتين بايند لما تبقى قليله. خدت بالك؟ كل ما قلت البروتين بايند قلت البي دي، كل ما كان الدواء فيه ممكن من الـ. لو قلت انا بري سيستميك ميتابوليزم دي اوكر ان اذر سايتس رادر ذان ليفر، لو قلت فيرست باس موستلي ان ليفر موستلي وليس اونلي بس يعني بس يعني لا يعني لو جبنا بالامتحان اونلي نحط ثرو ولا فوز لا انا مش هجيبها مش هجيب حاجه كده فيها حاجه يعني ايش لا لانه ممكن الدراج يبقى ميتابولايزد خارج الليفر واخد بالك اون فيرست ارايفل زي اللي بيبقى ميتابوليزد في اللونج او في الانتستين واخد بالك فالاصح هي فايه الفكره في ايه الفيرست الاورجن اللي انا عارف ان هيتزار بالدواء اكتر من مره هو اللي لان الاذر سايتس زي الجي اي او الكلام ده الجي اي اللي بتكسر الدواء اللي هيتكسر فيرست باس في الاستومك في الانتستين ده بيبقى في اليومن طيب لو الدواء امتص وتوزع باي سيستميك سيركوليشن وهيروح تاني للانتستين مش هيروح لليومن عشان يبقى ميتابولايت فاهمني؟ فغالبا الفيرست بارت راسه بيقل والكتب الفيرجنز الجديده ذاكره انه الليفر اونلي في الفيرست بارت اونلي لكن انت لو قلت اذر سايتس راذر ذان ليفر يبقى قول ساعتها بري سيستميك ميتابولايت ما تقولش فيرست بارت ماشي؟ تمام انا ليها علاقة ولا طبعا ليها علاقة الفي دي لما يبقى عالي والدواء موجود في التشو يبقى هل انت كده عندك في الدم اللي يوصلك للستيدي ستيت بسرعة؟ لا كل ما زاد الفي دي وده اللي في المعادلة المعادلة بتكون الفي دي في الستيدي ستيت دين اللودينج كل ما انت الفي دي كان كبير كل ما انت تبقى مضطر تدي جرعة أكبر بكتير عشان تملى الانسجه ديت وتصل الى الستيل ستيت بسرعه. الهاف لايف بيبقى ثابت لو الدراج بيخرج بالطريقه اللي قلناها اللي هي الفيرست فيرست اوردر الطريقه اللي احنا قلناها ال 200 وبعد مش عارف ايه دي فيرست اوردر لا الهاف لايف بيبقى ثابت. في موديل ثاني للاليمينيشن اسمه زيرو اوردر ممكن يتغير هنشوفه ماشي اهلا دكتور ازيك في حاجة اسمها يونيفرسال انتي دوت التوكسيكولوجي دي حاجة بيبقى فيها كذا كومبوننت و لان انا مش عارف طبيعة البويزنس ماتيريال اللي اخدها حاجة كده اسمها يونيفرسال انتي دوت كذا حاجة في تانيك اسيد ومعرفش ايه في مواد بريسيديتنت بتترسب في حاجات تعمل كومبلكس بايندر في كذا طريقة ففي الاكيد الاكيد في يونيفرسال انتي دوت انا هقولها لكم كلكم عشان كل الناس عايزه النقطه دي هقولها ازاي يس
فيرست باص متى هقولها دلوقتي؟ هقول دلوقتي. الناس كلها عمالة تقول لا، هقولها دلوقتي سويها بجد انتي؟ طب كويس. لا فعلا، لا مظبوط. لا هقولها دلوقتي، هوضحها لان هي عامله كونفيوجن للناس كلها. لحظه، ازيكم دكاتره، اخباركم؟ عاملين ايه؟ بدا عملكم يقل اهو زي ما توقعت. بعد ثالث محاضره بيبقى فيه توليرانس، بقى العدد بدا يقل. كلهم حضروا فوق؟ طب ما استأذنوش، انا كنت فاكر ان الناس اللي فوق دي كلها هي الشعبة اللي موجود. طب انتوا بتعملوا اي حاجه كده بدون استئذان؟ طيب ينفع الكلام ده؟ الدكتور ده هوا؟ الدكتور ده كيس جوافه؟ مثلا؟ لا يا دكاتره الله يخليكم، على الاقل حسسونا بقيمتنا شويه. يعني انا احضر المحاضره الصبح اجي الدكتور لو سمحت. ماشي؟ مش عارف انا امتى الدكاتره وسط الطلبه ضاعت يا جماعه في الزمن اللي احنا فيه ده. بامانه، وانا طالب في ثالثه طب ما زلت فاكر بالظبط اول ما بشوف دكتور على اول الطرقه بقول ايه؟ الدكتور اللي ادانا، الدكتور اللي ادانا. ونروح ايه بقى انا وزميلتي عن تاني، تعالى نقف على جنب كده وقت ما هو يعدي. هو بس ما يمشي وبنحاول ايه حتى نسلم عليه او حاجه زي كده. هو البشوش هيسلم علينا لو لا، هو غالبا ما بيجيبوش اي حاجه خالص، بيمشي في الهواء. حتى لو الطالب سلم عليه، ايه ده الطالب بيسلم عليا انا؟ حاجه مقززه. فالدكاتره مش كويسه على فكره. كان عندنا غالبيه، بس احنا نفسنا كطلبه كنا نقف كده ونستنى لغايه ما يمشي. دلوقتي لا، ابقى ماشي في الطرقه جنبي طالب، انا ممكن اسلم عليه وهو ما يردش السلام. تخيلوا بأمانة شديدة. عايزين التعامل يبقى فيه كده. أحب الحاجات اللي هي إيه؟ فاين، جميلة، تمام، إسكس الجميلة ديت حلوة يا جماعة بجد بجد. ماشي، فأنا دلوقتي أحضر ليه الصبح وما أحضرش في معادي؟ تمام؟ أو أقول للدكتور خلاص أوكي. ماشي؟ في حاجة مش مفهومة اللي فات كله، عشان النهاردة كلام مهم جدا اتقال ومركز وفي اسئله كتير في الامتحانات. يعني انا بقى قبل ما باجي على فكره المحاضره ببقى حاطط الاسئله. ببقى يعني حاططها وبتاخد مجهود فظيع. يعني في سؤال مازال مش عايز يخلص. جمله من الخمسه عايز اقفله. تبقى مجهود رهيب. فمحاضره النهارده فيها حاجات كتير. ماشي؟ اللي فات بقى، اللي فات. بالنسبه للفيرست باس اللي قلب الدنيا والبري سيستميك ميتابوليزم اوكير ان ليفر ولا في اماكن ثانيه غير الليفر، لما انا اقول بري سيستميك ميتابوليزم يبقى كان اوكير ان اذر بليسز راذر ذان ليفر. خلاص؟ الفيرست باس انا دلوقتي عايز نتخيل بس سؤال. دلوقتي الدواء لما بينزل الانتستين لو هيحصل له ميتابوليزم في الانتستين فين بيحصل الكلام ده؟ في اليومن بتاع الانتستين. بتفرز الانزيمات تكسر الدواء، يبقى اذا الميتابوليزم اللي حصلت في الانتستين تحدث في اليومن بتاع الانتستين. خلاص؟ طب تعالى نتخيل دواء هيمتص وهيوصل السيستميك سيركيوليشن. اول مره عدى الانتستين، تمام؟ لما راح السيستميك سيركيوليشن الارض ودى الدم لكل اجزاء الجسم، هيودي شويه بساط للانتستين. هل الشويه البساط اللي راحوا للانتستين تاني مره هيبقوا ميتابولايزد؟ مش هيبقوا، لان هو الميتابوليزم تحصل فين؟ في اليومن. فاهمين؟ فبالتالي لما اقول فيرست باس اقصد في الليفر. فيرست باس تحصل فقط في الليفر. لكن عشان كده احنا قلنا الناس اعترضت، قال طب ما ممكن يحصل ميتابوليزم لما الدواء يروح الانتستين، لما الدواء يروح اللانج قبل ما يوصل السيستميك سيركوليشن، وممكن الدواء ده هيروح لهم تاني بعدين، بس هو ممكن يبقى ميتابولايزد فيهم في البدايه. ليه ما تقولش فيرست باس في الانتستين، فيرست باس في الاماكن الثانيه ديت؟ الاصح اقول بري سيستميك ميتابوليزم، اقول بري سيستميك. انا في الامتحان
هكسر الجدل ده، مش هجيب لك حاجه فيها احتمال انت تطلع بقى وتقول اصلي كذا اصلي كذا، لا هبقى واضح. بري سيستميك ميتابوليزم كان اوكير ان اذر بليسز، خلاص. فيرست باس ميتابوليزم، ودي تسميه غلط او تسميه مش دقيقه، خلاص. احنا بنقصد بالميتابوليزم للدواء قبل السيستميك سيركيوليشن، الفيرست باس بنقصد بيها كده انه يبقى ميتابولايزد قبل ما يوصل السيستميك سيركيوليشن، خلاص. ودي كان اوكير في اماكن ثانيه غير الليفر، يبقى انت سميها بري سيستميك ميتابوليزم، خلاص. ليه بقى؟ لان الليفر قد يحدث فيه ان هو يبقى ميتابولايزد اون فيرست ارايفل، وهيحصل كمان لما يوصل السيستميك سيركيوليشن ويشتغل، وهيروح له كمان مره ثانيه. فانا في الامتحان لو قلت بري سيستميك ميتابوليزم يبقى هقول اونلي اوكير ان ذا ليفر، تبقى غلط. لو بري سيستميك ميتابوليزم اوكير اونلي ان ذا ليفر، غلط. ات اوكير ان اذر بليس، خلاص. فيرست باس لا ليفر، تمام. ومش هجيبها لك بقى طالما الطلب، على فكره اي حاجه الطلبه بتتناقش فيها كتير انا بستبعدها، خلاص. بس دي افكار جديده، خلاص. هم دلوقتي عمالين يقولوا الافكار دي ومركزين عليها ان هي دي احتمال دي، خلاص مش هجيب اها بناقص نقطه. اعمل ايه يعني؟ تمام. النقطه الثانيه ثيرابيوتيك ايكويفالنس وبايو ايكويفالنس، قريتوا انتوا في الكتاب انه الثيرابيوتيك لازم يبقى بايو افيلابل، بايو افيلابل زائد فارماسيوتيكال ايكويفالنس. يعني مش شرط ان انا اوصل للسيستميك سيركيوليشن بالتركيز دوت، لا ده انا لازم يبقى فيه فارماسيوتيكال ايكويفالنس. يعني ايه فارماسيوتيكال؟ المضيفات، الحاجات اللي اتحطت مع الاكتف انجريدينت ديت، اللي هي كلمه فارماسيوتيكال دي بتاعت صيدله، صيدلانيات، ان هم يحطوا الدواء معاه شويه اديتيفز كده، خدت بالك، ويسهلوا له انه يوصل للريسبتور، يغيروا الليبيد سوليابيلتي، يغيروا ما اعرفش ايه، شويه فارماسيوتكس عشان الدواء يبقى ثيرابيوتيكالي ايكويفالنت واضمن وصوله للريسبتور بتركيز معين، وكمان يشتغل على الريسبتورز ديت، لازم يبقى الشرطين دول موجودين، بايو افيلابيلتي، نفس البايو افيلابيلتي ونفس الفارماسيوتيكال بريباريشن، يعني نفس الماده الفعاله غالبا، بس شركه دواء طلعتها وشركه دواء تاني، خلاص؟ فاهمين؟ لكن لو عكسنا بقى وقلنا لو هما الاثنين بايو افيلابل، هل شرط لازم يبقوا ثيرابيوتيك ايكويفالنت؟ لا. عشان يبقوا ثيرابيوتيك ايكويفالنت لازم تحط كمان الفارماسيوتيكال ايكويفالنت. فاهمين يا دكاتره؟ بجد فاهمين؟ خلاص اللبس دوت راح؟ انتهى؟ ولا في اي مشكله؟ انا سعيد باسئلتكم على فكره جدا. اتفضل دكتور. لو هو ثيرابيوتيك ايكويفالنس لا تعني عشان يبقوا ثيرابيوتيك ايكويفالنس لازم يكونوا بايو افيلابل زائد فارماسيوتيكال. بايو ايكويفالنس الون ليس لا يعني ان هم ثيرابيوتيك ايكويفالنس، خلاص. فاهمين؟ واحد تاني يسال سؤال. الغموض اللي في ذهنك حتى لو ساذج وتافه قوله دلوقتي عشان ما تبنيش غلط. ايوه دكتور اتفضل. دكتور حكيت عن البايو ايكويفالنس انه لما تكون تو دراجز ايكوال بالستيدي ستيت تايم تو ريتش سيستميك سيركيوليشن وصلوا لا يس يكون تو دراجز الستيدي ستيت نفسه والتايم عشان اوصل كمان نفسه هو احنا عشان نوصل للستيدي ستيت محتاج الدواء ده يبقى بايو افيلابل، خدت بالك، بنسبه معينه، ودواء تاني يبقى نفس البايو افيلابيلتي بنسبه معينه، هما الاثنين وصلوا للسيستميك سيركيوليشن بعد نفس الوقت، وصلوا للستيدي ستيت. هو انا وصلت 50 انت وصلت 50، ده اسمه بايو افيلابل. بس ممكن يبقوا مختلفين البايو افيلابيلتي ويبقوا ثيرابيوتيكال ايكويفالنت، ايه رايك بقى؟ ده وصل 50 وده وصل 20 وال 20 يعملوا نفس الايفكت ال 50 اهو ايوه ما هو ده اللي بقوله ما هو ده اللي بقوله انا واحد وصل 20 وواحد وصل 50 بس عشان انا اضمن ثيرابيوتيك انا مثالي زياده عن اللزوم
سائل زياده عن اللزوم. المثاليه في الادويه ان هي تبقى بايو افيلابل، ان انت توصل زي التاني بعد نفس الوقت ووصلت للستيت ستيت هو هو. ده المثاليه، ولكن هناك اكسبشنز. اكسبشنز ماشي؟ فهمتني؟ هذا كل ما يرتبط بالبلازما بروتين يبقى هو متواجد اكتر في الدم، وبالتالي فقد ان هو مش موجود في الفلويدز اللي بره اللي هي كتيره، يبقى ال في دي تو ام صح. تمام، هتزيد ال في دي صح. انت بتكرر بتعيد لنفسك المعلومه. فين السؤال؟ احنا مش خدنا الكومبارتمنتس المره اللي فاتت، رسمه كانت مبينه ان الفلويد اللي هو جوه الخلايا 40% تقريبا 41%، واللي ما بين الخلايا اللي هو الانتر سيلولار او سميناه اكسترا فاسكولار كان اقل شويه، واقل خالص مين؟ اللي في الدم. يبقى دلوقتي لما ادور يبقى هايلي باوندوس بلازما بروتين يبقى موجود في انهي كومبارتمنت؟ في الدم. طيب يبقى الفلويدز ايه اللي موجود؟ مش ايه دي قليله الفلويدز دي؟ وانا قلت ايه يعني في دي؟ ايه يعني في دي؟ كام لتر فيهم دواء؟ كام لتر من كل السوائل؟ معناته من ضمن الاستفيوشن. فاذا زاد يا سلام، ده اول مره اعرف المعلومه دي. طيب طب ليش قاعد بيقل؟ ليش ما عندي ده طبق تفرق؟ ليش بيقل في دي؟ ومن ضمن الفوليوم بتاعه حجم الاكسترا سيلولار بلازما. الدواء الحجز لازم تفضل. قولي له لانه الدواء الحجز بصير في البلازما بروتين، فما بضل له مجال يروح على التشو بروتين، يعني زي مرتبط خلاص. انا كنت مفكر انه هو مع التشو بروتين وبرضه بتاخد دواء. اذا راح على البلازما بروتين برضه بتاخد دواء كثير عشان هيجز. لو ارتبط بالبلازما بروتين ايه؟ السوائل اللي في الدم كتيرة ولا قليلة؟ قليلة. يبقى معنى وجوده في الدم بنسبة كبيرة لانه هايلي باوندز بلازما بروتين، ان حجم السوائل اللي في الدم دي اللي فيها دواء كتير ولا قليل بالنسبة لكل السوائل اللي في الجسم؟ خلاص كل حاجات حسب كل واحد والكاركتر بتاعته يا دواء. كل واحد انا دواء هايلي باوندز بلازما بروتين، انا دواء هايلي باوندز تيشو بروتين، انا دواء باوند بجوست بلازما تيشو بروتين، انا دواء لا بمسك في دواء حسب. كنت شايفه بحكي لك انه لما يروح على البلازما بروتين خلاص في مجال يروح على التشو بروتين، انه هاي وسيله تغطيها ولا لا؟ هي مش هيصه. لا واحد هاي باوندوز بلازما بروتين خلاص معروف عنه انه هو باوندوز بلازما بروتين. جبنا سيره التيشو دلوقتي نقول له انت ممكن تروح تمسك في التيشو ولا ما تمسكش؟ لا خلاص المعلومة اتقالت في المرضى مطلوب الدواء ده فاضي بقى بس بلازما بروتين. It is limited in binding with protein. هل هيقدر هو اساسا مش هيقدر يتحرك. انت ازاي جالك التفكير انه ممكن يسول له نفسه انه يروح التشو وهو باوند ويز بلازما بروتين؟ والبروتين بيمنع الاكشن، يمنع الديستريبيوشن ويمنع الا اذا اصبح فري. لما يبقى فري بقى انت عايزه كمان يروح للتشو؟ يبقى لا، هو من الاول الديستريبيوشن بيتحدد من اول لحظه من مجرد ما دخل الدواء الدم. الدواء بايند وستيشو باوند هيتوزع من اول لحظه، مش بقى ايه انا بصوا انا بلازما بروتين باوند انا هقعد بلازما بروتين لما اتحرر بقى طب اروح شويه تيشو هو ايه؟ هو الدواء هيقعد في مخ الدواء يفكر هو طبيعي ربنا خلقه كده يجري على التيشو ولا يقعد في البلازما بروتين ولا ايه بالظبط؟ ربنا يسامحك. ها يا دكتور اتفضل. ايه؟ غسيل كلى الهيمو دايلس بنعمله لمين؟ لايه؟ لات البويزنج بالدراج، الدراج اللي ايه؟ هو اللي سهل اشيله من الدم، سواء باوند او فري. مين؟ الدواء اللي في الدم. لما يبقى عنده هاي في دي اقدر اشيله ازاي؟ اقول له بليز يا دواء اخرج عايز امشيك يا بابا. مش هينفع صح؟ لا تعالوا نكمل النهارده في اي تساؤلات كله تمام؟ اي فكره تفهم تتقال دلوقتي. ها دكتوره في سؤال؟ طيب تعالوا للميتابوليزم.
الميتابوليزم بتاعت الادويه. نفتح البينت، مين اللي كان فاتح البينت المره اللي فاتت؟ علشان الدواء يا دكاتره، الدواء في الميتابوليزم، خلاص اشرح واحنا نتخيل. الدواء في الميتابوليزم كان اكتف، الهدف الرئيسي من الميتابوليزم ان انا احوله الى ان اكتف دراج، ان انا اغيره من ليبيد سوليبل لووتر سوليبل واقول له كفايات واخرج لان اكتف دراج. ده الهدف الرئيسي من الميتابوليزم. احيانا بقى لا، في دواء اكتف باي ميتابوليزم يبقى مور اكتف. في احيانا بقى دواء ان اكتف يبقى اكتف باي ميتابوليزم. وساعتها بقى الدواء الان اكتف اللي هيبقى بالميتابوليزم اكتف مش اسميه دواء، اسميه برودراج. يبقى في ثلاث احتمالات: الدواء اكتف باي ميتابوليزم يبقى المفروض القاعده العامه ان يبقى ميس اكتف، وانا بالميتابوليزم ان اكتفيت الدواء. تمام يا دكاتره؟ تجاوبوا معايا. عدم رد الفعل ده بيخليني احس ان انتوا مش فاهمين. دواء اكتف غالبا باي ميتابوليزم بيبقى ان اكتف، لكن سام تايمز دواء اكتف ده اكسبشن يبقى مور اكتف. ده امثله قليله. تمام. انا كل ما هيجي سير الدواء في الكارت انا هقول لكم، فاكرين خدتوه في الجنرال هذا الكلام، دواء اكتف يبقى مور اكتف. ماذا تتوقع لو دواء اكتف بقى مور اكتف؟ ان الديوريشن اوف اكشن بتاعته تزيد ولا تقل؟ تزيد، تبقى مور اكتف. والزياده ديت تحس الدواء كان هاف لايف بتاعه كذا، بس الديوريشن مش متناسقه مع الهاف لايف. طبعا احنا قلنا الهاف لايف حاجه والديوريشن حاجه، بس غالبا الدواء اللي ليه هاف لايف كبير ده يعني انه قاعد كتير في الجسم، ده يعني انه غالبا هيشتغل، يبقى الديوريشن بتاعك غالبا بتتناسب كورليتد مع البلازما كونسنتريشن مع الهاف لايف. تمام. لكن لما الدواء يتحول لمور اكتف اتوقع انه الاكشن بتاعه يبقى ازيد من اللزوم. طب دواء ان اكتف، احيانا في ادويه لسه ما تكونش الاكتيفيتي بتاعتها كويسه والميتابوليزم تحولها لي الى اكتف دراجز، يبقى اسمها برو دراجز. تمام. السؤال هنا دلوقتي، لو حصل واديت مع دواء ميتابولايزد بانزايم، لو حصل اديت دواء انديوس ميتابوليزم اوف الدواء الاولاني، ماذا يحدث لتاثير الدواء الاولاني بسبب ان انا عملت اندكشن للميتابوليزم بتاعته؟ ماذا سيحدث؟ ايه اللي هيحصل للدواء ده من حيث الديوريشن، من حيث الافكت، من حيث الهاف لايف بتاعه؟ لو انا عملت اندكشن وحفزت الانزيمز بتاعت الليفر وقلت له يا ليفر انزيمز كسري الدواء الاولاني، يبقى ايه تتوقع الافكت؟ يقل ولا يزيد؟ يقل. والكونسنتريشن البلازما يقل ولا يزيد؟ يقل برضه. ده انت عملت تكسره مش كده ولا لا؟ وايه كمان؟ والهاف لايف يقل ولا يزيد؟ يقل. يبقى الاندكشن اوف ميتابوليزم تعمل ايه للاكتيفيتي اوف دراج؟ تقلل الاكتيفيتي، تقلل البلازما كونسنتريشن، تقلل الهاف لايف. صح ولا انا غلطان؟ طب امتى الاندكشن يزود بقى الافكت او يزود الهاف لايف او يزود البلازما كونسنتريشن؟ امتى؟ لو ايه؟ امتى تحفيز الميتابوليزم؟ امتى تحفيز الانزيمز يا دواء؟ انت يا دواء بتتاثر بالانزيمز دي. امتى الانزيم اندكشن يزود الاكتيفيتي بتاعه الادويه؟ طب ويا قايلين لما الدراج ده يبقى ايه؟ لما يبقى برو دراج، مش كده؟ يبقى القاعده العامه ان الاندكشن والميتابوليزم تعمل ايه للاكتيفيتي؟ قاعده عامه انها تقلل الاكتيفيتي وانها تقلل الافكتفنس، تقلل البلازما كونسنتريشن، تقلل الهاف لايف. ولكن لو انا برو دراج وعملت اندكشن للليفر انزيمز انا هزود الاكتيفيتي. في دواء دلوقتي بيدرسوه بتوع الجي اي تي اللي هم زملائكم بتوع عاون دلوقتي بيدرسوا الجي اي تي، دواء اسمه الاوميبرازول. دواء ده انهبت الليفر انزيمز بتاع الدواء الثاني، فالدواء الثاني ده برو دراج. فلما امنع انا الميتابوليزم بتاعت البرو دراج انا بقلل الافكتفنس، لان انا هنا دلوقتي تعالوا بالعكس، نفترض ان انا عملت انهبيشن للليفر انزيمز، ماشي؟
ايه اللي يحصل للدواء الاولاني ده اللي هو ميتابولايز باي ذيس انزايم؟ لو انا منعت الانزايم دي هتزيد الاكتيفيتي، هيزيد الليفل، هيزيد الهاف لايف، مش كده ولا لا؟ عكس الاندكشن. لكن امتى بقى، امتى بقى يحصل العكس؟ ان الانهبيشن اوف ليفر انزايمز يقلل الاكتيفيتي ويقلل الهاف لايف ويقلل الكونسنتريشن لما الدراجز دي تكون برو دراج. صح ولا غلطان يا دكتور؟ لما الاكتيفيتي بتاعت الانزيمز تزيد. الدراج لا ملهاش دعوه هي بال 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 بالهاف لايف، الاكتيفيتي والهاف لايف لا. بس انا بقول ايه، لو انا عملت اندكشن للليفر انزيمز، الدواء ده، الدواء ده متوقع تركيزه يقل، متوقع بالتالي الهاف لايف يقل، لانه عمال التركيز بيقل يبقى هو عمره قصير. خلاص متوقع انه لما الكونسنتريشن يقل نشاطه هيقل على الريسبتور، مش هيوصل للريسبتور بالتركيز اللي عايزه يشتغل. خدت بالك؟ لكن لما امنع انا الانزيم اللي بيعمل ميتابوليزم للدراج ايه اللي هيحصل؟ الدراج ده مش بيتكسر، الليفل بتاعه يزيد. لما يزيد الليفل بتاعه غالبا هيتواجد الكونسنتريشن اللي يعمل افكت، فالافكت بالتالي يزيد. الفكره في زياده الافكت ان الديوريشن تزيد، الديوريشن تزيد، الديوريشن تزيد. خلاص يبقى الديوريشن تزيد، الهاف لايف يزيد، ده مع الانهبيشن. اقلب كل الكلام لكون بتكلم عن ايه؟ كل الناس المفروض تقول برو دراج. ماشي، كان في جنازه الاسبوع اللي فات حضرناها في هذه القاعه بس خلص العزاء. خلاص المفروض النهارده نيجي مبسوطين وفرحين ونتكلم. خلاص ماشي، فاهمني يا دكاتره ولا لا؟ الحته اللي فيها التلاعب بيزيد ويقل وكده، اعرف ان هي ام سي كيو، اعرف كده بالمنطق، خليك شاطر. ايه يا دكتور اتفضل. مع لو برو دراج، لو قلت تعالى نشوف، لو برو دراج واديت انديوسر يبقى ايه اللي يحصل؟ الدواء برو دراج ما كانش اكتف، هيتحول الى اكتف لو انا عملت اندكشن، فالنشاط هيزيد، هيزيد تركيزه. خدت بالك؟ هيزيد التركيز بتاع الاكتف دراج. لا، الدواء طالما ما بيتكسرش، طالما الميتابوليزم بتاعته اتعمل. لا، انا قلت لكم زمان يا دكاتره انه ممكن الهاف لايف يتاثر حسب المريض. لو المريض ما فيهوش حاجه، لو انا شخص سليم ما فيهاش اي حاجه، المفروض ان الهاف لايف ثابت، تمام؟ لكن قد يتاثر بديزيز ستيتس. تفترض الليفر تعبان والليفر انزيمز مش موجوده، يبقى الدراج ما بيتكسرش. اقعد يا دواء، ما انا كدواء عايز ابقى متكسر، عايز ابقى اليمينيتد، عايز اخرج من الجسم. يبقى اذا لا، الهاف لايف قد يتاثر بالديزيز ستيتس. خدت بالك؟ انما اثناء عمليه الاخراج دي حاجه تاني. هاف لايف المفروض ما يتاثرش وانا بخرجه، مش هيجي يخرج الجرعه الاولى نص وبعدين يقول لا انا هطول وبعدين هقصر. لا ماشي، فهماني؟ فبالتالي فهمنا كونسبت ان مع الاندكشن او الانهبيشن ايه اللي بيحصل بالنسبه للدواء. طب سؤال بقى شاطر يجاوبولي، بس ما يكونش حاضر السيشن الاول. لو اديت مع دراج ايه انديوسر اوف اتس انزايم اوف ميتابوليزم واديت برضه انهبيتور، ما تاثير الاثنين اللي هو الانديوسر والانهبيتور على الدواء؟ هل لا يصير شيء ولا هيبقى فيه ايه بالظبط؟ مين يقول لي؟ ما حدش من اللي حضروا المحاضره الاولى يقول. انا شايفك يا خبيث، انت بتحضر المحاضرتين. مين يقول؟ اه طب ما انت حضرت السيشن الاول. صح، برافو عليك. طب والانديوسر بيعمل ايه؟ صح، ايه ده؟ تجاوب ده فعلا؟ لا مش معقول، انت اكيد كنت حاضر. هديك الجائزه ولا خلاص؟ لا ما تستاهلش. لا ما اعتقدش. ايه ده؟ تجاوبها بسهوله، انا عايز صعوبه. لا، في جائزه هتتاخد، بس انا حاسس ان انت سمعتها. الانهبيتور يا دكاتره لما بيشتغل مني على الاكتيفيتي اوف ذا انزايم، اما الانديوسر بيشتغل على تخليق انزيمز. يعني انا كنا اقول انديوس ليفر انزيم، انا بعني بيها اي انديوس ذا سينثيسيس اوف ذيس انزيمز ان ذا ليفر. فالسينثيسيس هتحتاج وقت، فلما بتدي انهبيتور وانديوسر
mostly the effect of inhibitor predominant. خلاص عشان نحل الأزمة لو هدي inhibitor وinducer. على فكرة الinducer قد يعمل ممكن يعمل induction activity بس بدرجة أقل. إنما هو mainly induce تخليق الإنزيمز اللي هي. فاهمين يا دكاترة؟ وهنا بقى السلايد دي مهمة جدا للأمثلة بتاعت الأدوية دي في الامتحانات مهمة جدا. انك تعرف اشهر الانهبيتورز واشهر الانديوسر. وانا لما بقول انديوسر وانهبيتور بقصد بيها الليفر مايكروزومال انزيمز، الانزيمات في المايكروزومز في خلايا الكبد وليس اي انزيمات اخرى خارج المايكروزومز اللي اسمها نون مايكروزومال انزيمز. ماشي. اشهر انديوسر عندي ادويه الصرع دي اشهر انديوسر الفينيتوين والكاربامازيبين. كاربامازيبين مشهور قوي اسمه تيجريتور تدرسه في السي ان اس الكلام ده والفينيتوين نعرف. وادويه ايضا في السي ان اس منومه اسمها باربيتوريتس منومه ومهدئه ولها تاثيرات هندرسها في السي ان اس باربيتوريتس فينوباربيتال مثلا. فاهمين ازاي ده اشهر انديوس. ودواء للتي بي مشهور شهره غير عاديه اسمه ريفامبين من اشهر الانديوس. عشان كده مثلا في موقف كلينيكال بيحصل وكيسز كتيره فرد طلعت دكتورة نسائية أو دكتور نسائية وجات لك واحدة عندها تي بي من حقها برضو إنها تجيت بريجنت أو إن من حقها إنها ما نوت جيت بريجنت. تقول له يا دكتور أنا باخد علاج الدران اللي هو السل سموه البالمونري توبركلوزس هتاخده في المايكروبيولوجي كلام زي كده تمام. أنا باخد دواء اسمه ريفامبين بس أنا مش عايز آخد مش عايز أبقى جيت بريجنت اديني وسيلة لمنع الحمل خلاص كفايه انا بقيت تيوبركلوس مرض السل دوت مرض مش سهل تمام فما فيش داعي للحمل عايزك تديني وسيله لمنع الحمل. فاداها ايه بقى لو انت اديتها اورال كونتراسيبتيف بيلز حبوب اورال لمنع الحمل استروجين وبروجستيرون ودولت ادويه دكاتره او هرمونز بتبقى ميتابولايزد ان ذا ليفر تمام من اشهر الحاجات اللي هي بتروح. عشان كده ممكن واحده تاخد الاورال بيلز ديت وتفشل الاورال بيل وتبقى جيت بريجننت حتى وهي بتاخد حبوب منع الحمل. ليه؟ علشان هي بتبقى ميتابولايزد في الليفر. ماشي يا دكاتره؟ خلاص؟ فانت دلوقتي خلاص خد يا ماما اور الكونتراسبتيف بيلز وهي بتاخد دواء اسمه ريفامبين لعلاج التوبركلوز. انت ما سالتش ما اهتمتش وانا اسال ليه؟ انا اسال ليه؟ انت مريضه ممكن تطلع تتكبر بقى على خلق الناس دكتور راح دكتور دخل مش عارف ايه تبقى فيه عمجهية كده بايخة بايخة ماشي. فخلاص ما سألتهاش وهي بتاخد ريفامبين وعايزة مش عايزة حمل واديتها اورال بيلز بعد كام يوم رجعت لك الحقيقة يا دكتور ده انا بريجننت. ما سبب فشل الاورال بيلز؟ سببها ان انت اديت انديوسر او هي بتاخد انديوسر اسمه ريفامبين كسر الاورال بيلز ديت وعملها ميتابوليت وقلل الافكتفنس بتاعتها هي خلاص جيت بريجننت. فاهميني يا دكاتره؟ فالمفروض ان انا كنت اديها وسيله لمنع الحمل غير الاورال. في حاجات كتير ثانيه ده الدكتور اللي هو ايه بيفهم ويقرر هيدي ايه مش خلاص عايز وسيله لمنع الحمل اوكي انت عندك فومت خد انتي انت عندك دايري خد انتي دايري انت عندك مش عارف خد كذا خد كذا. في دكاتره كده تجاريه انا عندي كذا يا دكتور والمريض دلوقتي المريض الاخر صايحه بقى اللي يقول لك اقول له حاجات كتير عشان يهتم بيا اقول له عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا هيوقعك انت بقى في الغلط عندك وايه بقى وتسال بطريقه مستفزه انت تقول له عندك الم في الحته دي اه عندي الم عندك بترق اه عندي ليه هو متخيل انه لما يجاوبك بآه ان انت هتهتم بيه لكن انت المفروض شطاره منك تطلع منه الكلام بطريقه غير مباشره. ماشي. المهم يعني اتفقنا لازم نبقى عارفين كده. اشهر بقى الانهبيتور عندنا دواء ضد الفطريات اسمه كيتوكونازول للشعر مشهور قوي وممكن يبقى اورال كيتوكونازول. عندي كمان ادويه جي اي بتوع العون دول النهارده عمالين نجيب سيرتهم الاشرار الاشرار دول التباكو. عندي دوائين للبيبتيك ألسر اللي بياخدوه حاليا سايميتيدين سايميتيدين وعندي دواء كمان اسمه الاوميبرازول برضه انهبيتور للليفر انزيمز. فاهمين يا دكاتره ولا مش فاهمين؟ ادويه للبتاع ده وعندي مضاد حيوي اسمه الاريثرومايسين وعندي من اشهر كمان اللي هو الجريب فروت عصير العنب
خدت بالكم ده من اشهر الانهبيتور، يا لو اتاخد مع دواء بيبقى ميتابولايزد بانزايم، والجريب فروت اشهر الانهبيتور، انهبت انزيم اسمه 3A4 مشهور جدا، نعرفهم كويس ان في السلايد دي فيها جمل في اكيد اكيد تمام، بس مش بطل مش هقول لك بقى اول اوف ذا فولوينج ار انديوسر اكسبت، انا مش بالسذاجه ديت، لازم السؤال يبقى ليه طعم تمام، لازم تفكر انت دكتور ماشي، تعالوا اوريكم كيف تفكرون، ايه ده تعالوا نشوف كده ازاي نفكر في السؤال، ويبقى سؤال هتطلع وتقول ايه على تفاهه الاسئله اللي الدكتور رمضان بيجيبها دي، اسئله تافهه كتير، تعالوا نفتح اللي هو النت ونفتح الايميل، يلا انا بديكوا لسه الطريقه دي المباشره خلي بالك ماشي، اللي هو ممكن ندرسه الفايل للاسف ما حطيتوش هنا الريموت، سؤال سهل وظريف، انت بقى انا مش هقلل البودي ما تخافوش بتاع السؤال ما تقلقوش، بس تعالوا نعيش في الحاله ديت، تعالوا نتخيل نفسنا دكاتره اوكي، اكس واي ده راجل عنده 70 سنه ميوزيكيان بتاع موسيقى ولونج هيستوري اوف الكول اند هيروين ابيوز، مدمن هيروين ومدمن الكول، طبعا الكول ده بيأذي الليفر جدا تمام، المهم وريسنت ديفلوبد ا فورم اوف ايبيليبسي، عنده صرع ريزيستنت تو دراج ثيرابي، بياخد ادويه للصرع ولا يستجيب لادويه الصرع اوكي، ديسبايت بينج تريتد وذ هاي دوزز اوف بوث دراجين ضد الصرع فالبرويك اند فينيتوين، يبقى الشاطر اللي مش شاطر ما يتكلمش، يجاوب السؤال غلط ماشي، ويقعد يعكر كده في الامتحان ويطلع يقول الامتحان صعب الامتحان صعب، بس الشاطر ارى فينيتوين، فمخه جه على ايه؟ ان الفينيتوين ده انديوس الليفر انزايم، الله طب ما ده ممكن يفسر ان مفيش ريسبونس للادويه، انا جاوبت السؤال اهو من اول جمله فقط، تعالوا نكمل ونعيش الحاله تاني، قال لك قاعد اسابيع ياخد الفينيتوين والفالبرويك اكس واي هاز كونتينيود تو سفر فروم بيريودك سيجرز، ما زال تحصل التشنجات عنده، سيجرز يعني تشنجات اوكي، تو ديتيرمين ا بوسيبل كوز فور اكس واي's دراج ريزيستنس، عشان ندور هو ليه ما بيستجبش، خدنا عينات بلاد اند يورين سامبلز وير كولكتد ات ريبيتد تايم انترفال تمام، قعدنا ناخد عينات دم ونشوف افتر ستوبنج دراج سيرفر، قلنا له خلاص مفيش استجابه للفالبروميك والفينيتون نوقف تمام، وناخد عينات دم ماشي، ونبدا ندي الدواء بعد كده، خدت بالك اهو بدا يعمل ايه بقى؟ انترفال افتر ستوبنج سيرفر اند سيم جيفنج الودنج دوز وكدره، بعد كده ادينا له الدوايين بعد ما وقفناه فتره ماشي، لقينا مفاجاه بقى، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ الاكس واي سلاب ريزلت نتائج المعمل او المختبر انديكيتس هاف لايف فور فالبروك، لقوا ان الهاف لايف بتاع الفالبروك عمل ايه؟ واز سيجنيفيكانتلي شورتر ذان نورمال، لقوا ان الهاف لايف بتاع الفالبروك تمام قل، يبقى ايه ده معناه؟ ايه ده معناه؟ ايه ده معناه؟ فتره طويله والتأثير الأدوية على الليفر انزيمز أكيد، مين يقول لي ليه الهاف لايف بتاع الفروبي اللي كان 16 ساعة قال لك بقى 8 ساعات؟ ويتش اوف ذا فولوينج از ذا موست لايكلي كوز فور ابنورمال، أدور على حاجة تقول اندكشن اوف ليفر انزيم، أدور على سبب يقول إن في ليفر انزيم اندكشن، عشان كده الفالبرويك الليفل بتاعه قل وبالتالي الهاف لايف كمان قل لأنه بيخرج تمام؟ يبقى مين الإجابة الصح؟ خلاص سؤال إجابة دي أنا أدور ألقط الإجابة ولا يهمني باقي الأسئلة باقي الاختيارات خلاص ماشي يا دكاترة، لأن باقي الاختيارات بالعكس بقول العكس، يعني مثلا هو عنده هيباتايتس أو عنده رينال فيلير ده يطول لما الكبد يكون تعبان أو الكلى تعبانة الدواء أو قاعد في الجسم فبالتالي مطول بقى والأف لايف بيزيد، ولما يقول لي سايميتيدين كود مسج اوف سايميتيدين، سايميتيدين من اشهر الانهبيتورز اوف ليفر انزايم فده يطول الهاف لايف، يبقى بالتالي حته الاندكشن. هذا السؤال ايه رايكم بقى في هذه الاسئله؟ سهله ولا صعبه؟ يبقى انت لما تدي لنفسك وتفكر ها
هتلاقي السؤال فعلا كويس وسهل ما فيهوش اي صعوبه، ايه دي يا ست الفرن؟ ماشي، بس خدها كده وادخل الامتحان بنفس مفتوحه وانت مذاكر فعلا مأدي اللي عليك تماما تمام. ماشي يا دكاتره، تعالوا نرجع بقى. النهارده الموضوع مهم جدا، هو الاليمينيشن بقى بتاع الادويه. واخدين لبالكم؟ خلاص عرفنا فيس 2 هيكمل هيعمل ديتوكسيفيكيشن وهيخليه مور ووتر سوليبل. مين مين الرياكشنز ومين مين الميتابوليك رياكشن اللي يحصل فقط في الليفر يا دكاتره؟ مايكروسومال بس وفي خلايا الكبد بس. هو ايه يا دكتور؟ الكونجيوجيشن ويز جلوكورونيك اسيد. ماشي، هل ممكن يحصل فيس 2 قبل فيس 1 وفيس 1 والحكايات ديت احنا اتفقنا عليها تمام. بالنسبه بقى للاليمينيشن، انت هتخرج في بقى اليمينيشن بيحصل. طبعا انتوا بتقولوا الاليمينيشن ما خلاص عارفين انه في الكدني. لا، الاليمينيشن ممكن يحصل في اي فلويد ممكن تتخيله. ممكن ينزل الدواء في السلايفا، ممكن ينزل مع السويت، ممكن ينزل في النيلز، ممكن يبقى اكسكريتد باي ان اكسهاليشن اخرجه زي زي الانهيلد انستيك المخدر اللي بيتاخد باي انهيليشن مصرف يخرج باي اكسهاليشن. الهواء اللي انا بخرج ممكن يخرج دواء، فاهمين ازاي؟ بالاكسبايرد اير. في طرق كتير، في البايل كمان، يعني بعد الدواء ما يبقى ميتابولايزد في الليفر يخرج عن طريق البايل. ممكن في ادويه بقى نقف، في ادويه تنزل في البايل. ماشي يا دكاتره؟ ونزلت باي كونجوجيشن ويز جلوكورونيك اسيد، يعني الدواء نازل الدواء كونجوجيتد مع الجلوكورونيك اسيد. اهو محدش قال ان دي جلوكورونيك اسيد، ونازل الدواء بجلوكورونيك اسيد وينزل الدواء دكاتره في الانتستين. تعرفين البايل والكومن بايل داكت والبانكرياتيك داكت، وانزل الديودينم مش كده؟ هينزل بقى يلاقي شويه بكتيريا الفلورا. الدواء نازل كونجوجيتد هو جلوكورونيك اسيد، لقى شويه بكتيريا فلورا. البكتيريا دي فيها انزيمات جوه اليومن، اهو جوه اليومن في بكتيريا عايشه، بكتيريا الفلورا النورمال فيها انزيمز. تقول لي الدواء ايه؟ وانت عايز تخرج الدواء؟ عايز اخرج خلاص، خلصت الاكشن بتاعي. اوكي؟ طيب اخرجوا بس شويه منكم بجد، لا خليكم. خلينا ازاي واحنا علينا جلوكورونيك اسيد يا بكتيريا الفلورا؟ خلاص اهو جلوكورونايديز انزيم يشيل الجلوكورونيك اسيد والدواء يبقى فري. ارجع تاني يا دواء، روح امتص وعدي الباي او عدي الليفر وروح اشتغل شويه. واخدين لبالكم؟ فعلا الدواء يا عيني يرجع تاني بقى صم اماونت منه ترجع تشتغل ويروح للليفر الدواء. الله، ده مين اللي بيتكلم؟ مين اللي هيتكلم كده لما يشوف الدواء وراجع له مره تاني؟ الليفر. الله، ايه يا دواء؟ مش انا مديت لك جلوكورونايديشن، حطيت لك جلوكورونيك اسيد؟ يقول انا فعلا كنت كونجيوجيتد ونسبه كبيره من زمايلي خرجوا فعلا كونجيوجيتد ويز جلوكورونيك اسيد، بس انا للاسف شويه بكتيريا الفلورا اشتغلت عليها ورجعتني. على فكره الليفر انا رحت اشتغلت وانا ديني برجع لك سلمتك نفسي اهوت وبقول لك كسرني مره تاني. ماشي يا دواء يروح يعمل له جلوكورونيك اسيد كونجيوجيشن بس ما اشوف وشك تاني. خلاص ماشي، ينزل البكتيريا الفلورا اللي في الانتستين. ايه ده الجسم كويس يا عم، انت خليك يا دواء في الجسم اشتغل كمان وكمان، بس انا خلاص رحت للليفر وحط لي جلوكورونيك اسيد وانا الصراحه عايز انزل. لا خليك شويه تمام، مصممه البكتيريا الفلورا انها اقعد حبه كمان. تمام، مصمم خلاص شيل الجلوكورونيك اسيد والدواء يمتص من طريق بورتال سيركيوليشن ويروح الليفر يعدي عليه ويروح بعد كده يشتغل. لاحظوا ان الاكشن عمال يدور ويرجع للليفر. حبوا الاكشن ده، برافو عليك. اصل لا تيبا الليفر كل شويه يلاقي الدواء. الله، يا دواء ما انا عملت لك كونجيوجيشن كرونيك اسيد، يعمل اجين خلاص نعمل لك كونجيوجيشن كرونيك اسيد وينزل. الله، ما تقعد شويه، خدت بالك؟ يبقى ده عمال طهقان وزهقان من الدواء، عمال يعمل له كونجيوجيشن وده عمال يشيل الكونجيوجيشن وسيركل اهي لهذه الدواء. بيسميها ايه بقى الادويه اللي اندرجوز هذه الكاركتر؟ الكاركتر دي او السيركيوليشن دي اسمها ايه؟ ما بين الانتستين والليفر، لما يبقى في سايكل ما بين الانتستين والليفر تبقى اسمها انتيرو هيباتيك
ريسايكلينج انتيرو هيباتيك سيركيوليشن. كلمه انتيرو يعني انتستنس، يعني الدواء عمال يلف. الدواء دوت يا دكاتره، هل الهاف لايف اللي يكون كذا، هل تتوقع ان الديوريشن اوف اكشن بتاعته تتناسب مع الهاف لايف؟ لا، لانه بيطول الاكشن بتاعه بسبب الانتيرو هيباتيك ريسايكلينج. يبقى كم موقف خدناهم احيانا الديوريشن لا تتناسب مع الهاف لايف. اذا تحول لاكتيف ميتابولايت، اذا كان الانزيمز انهبيتد لهذا الدواء، ممكن الانهبيتور مع هذا الدواء يخلي الاكشن اطول من اللازم اذا كان في اهو انتيرو هيباتيك سيركيوليشن. والمفاجاه بعض الادويه بقى may disappear from the plasma and its own effect continue. لا انا هقول الجملة تاني. Some drugs disappear from the plasma and its effect persist. Some drugs يعني زي مثلا اقول لكم مثال، دواء اسمه انتيكولين ستريز، دواء انت هتاخده هنديكم في الاوتونوميك الاسيتايل كولين. الاسيتايل كولين ده في انزيم اسمه كولين ستريز، خدتوه اكيد في الفسيولوجيا وسمعت عليه، بيكسر الاسيتايل كولين. في المبيدات الحشريه بقى بتروح منع الانزيم دوت، منع جامد جدا، بايند كوفيرنت لهذا الانزيم. تمام؟ فدلوقتي الاسيتايل كولين عمال يتراكم والدواء ايه؟ والاسيتايل كولين عمال يتراكم ويعمل افكتات هنشوفها في الاوتونوميك. خدت بالكم وكده. انسكتسايدز ديت تمام؟ خلاص اتشالت من الجسم ما عدناش وتخلصنا منها. نيجي بقى للانزيم ده نقول له خلاص يا انزيم اهو الانسكتسايدز بعدت عنك. يروح بقى هل الانزيم هيكسر الاسيتايل كولين؟ قال لك لا خلاص يا جماعه انا عجزت ما عادش فيا قوه، انا الانسكتسايد هدد حيلي، انا بقيت ايجد. وقدام اهو الاسيتايل كولين ومش هكسر. تمام؟ فيروح ايه بقى؟ الاسيتايل كولين عمال يشتغل وما بيتكسرش. الانسكتسايد بعدت خلاص مشيت من الدم وما عادتش موجوده، بس تاثيرها ما زال ايه؟ انتوا فاهمين؟ هما ليه ما بتتكلموش معايا يعني لو في اي استفسار قولوا لو سمحت. انت بعد ما تذاكر الفارما دي هتاخد من مجهودك وعمرك وسنك وكل حاجه وطاقتك وحيويتك هتهدك للامانه. بعد ما تخلص تاثيرها هيستمر عليك. واقعد يقولوا لك ذاكر. خلاص يا جماعه فاني لما كنت بصحتي فارما اخذت مني مجهود رهيب، انا لن اذاكر. تاثير الفارما ما زال مستمر رغم انتهائها، رغم انك نجحت فيها وخلاص. فاهمين؟ الانتيكولين ستريس من المبيدات الحشريه تاثيرها ما زال موجود. هي فين؟ مش موجوده. الادويه دي اسمها ايه بقى؟ كتبت لكم اسمها في بوست على الفيسبوك على امل ان كله يعمل لايك منكم، ولا حتى عبر كان غير 68 اي ثينك او 70 لايك من الدفعه، وكل واحد منكم يجيب يبعت لي فريند ريكويست اكسبت. تحس ان انا عملت اكسبتنس لكل الدفعه كلها. طب فين اللايكات؟ مفيش. اسمها ايه الادويه دي يا دكاتره؟ جبت لكم صوره سياره صدمت سياره وهربت وجريت. هيت اند ران دراجز دي اسمها هيت اند ران. هتلاقوها في المنهج زي الانتيكولين ستريس وزي ادويه هناخدها الاثنين هتاخدوهم معايا في الاوتونوميك. حاجه اسمها ماو انهبيتور. ماو ده انزيم اسمه مونو امين اوكسيديز بيكسر الابنفرين من الاوكسيديشن، انا همنعه منعا تاما بادويه، والادويه دي اللي همنع بيها الماو انهبيتور هتختفي ولكن تاثيرها سيستمر بعد انتهاء اخذها. اسمها هيت اند ران. اذا لو جبت لك جمله ما تقوليش بقى لا انا ما خدتهاش، اقول لك سام تايمز duration of action may not be correlated with half-life. صح. في بعض الاحيان الدواء بيبقى له duration اطول مما هو متوقع. انا لو شفت الهاف لايف ده هقول الله هاف لايف مثلا لدواء 30 دقيقه نص ساعه، يعني معناها ان هو بيبقى eliminated كل شويه وتركيزه
عشان اوصل للستيدي ستيت بسرعه والكلام ده، بس بيشتغل بسرعه، متوقع ان هو هيوصل للستيدي ستيت بسرعه وهيشتغل الفتره بتاعته بسرعه وهينتهي الاكشن خلاص بسرعه، وغالبا هيبقى الديوريشن قليل. لا انا الاقيه كتير. ايه المواقف اللي خدناها بقى تقول ان الديوريشن ممكن تبقى غير متناسقه مع لاف لايف؟ خدنا كذا حاجه. لما الدراج يبقى اكتف تحول مور اكتف، لما الدراج يتاخد معاه انهبيتور، خدت بالكم؟ لما الدراج خدناه المحاضره اللي فاتت زي الاناستيك سايوبنتال يبقى ريدستريبيوتد، ممكن لو اديته ريبيتدلي الاقي الديوريشن زادت، خدت بالكم؟ النهارده كمان قلنا دراجز اندرجوينج انتيريو هيباتيك سيركيوليشن، قلنا كمان الهيت اند ران دراجز، ماشي يا دكاتره؟ فالافكت احيانا لا يتناسب مع الليفل اللي موجود في الدم، مش شرط اني انا ابقى موجود والهاف لايف بتاعي كبير يبقى. طبعا انتوا دلوقتي كلكم عايزين تعرفوا الهاف لايف والاليمينيشن، وموضوع تاني مهم جدا يا دكاتره اللي هو الفيرست باس. هنا المسائل دي مهمه، وانا بعت لكم فايل فيه مسائل تمام، موجود برضو على الديسك توب في الفايل بتاع الفارما. المسائل دي تتحل، خمس مسائل هيجي زيها في الامتحان، هجيب لكم في الامتحان مسألتين. يا دكتور انتيرو هيباتيك سيركوليشن، لما وقف الدواء بقى اوقف، فبالتالي هو كل شويه هي ان ذا جولد سايكل لغايه ما خلاص ما عادش فيه مولكيولز، لان خلي بالك هو بينزل الانتستين شويه بيخرجوا وشويه بيرجعوا، فبالتالي بتقل الكميه اذا استمرت قد دي هيستمر موجود متواجد. ماشي؟ ال اذا اديت دراج خدت بالكم سنجل دوز، انا عارف المعادله الاولانيه، انا بحسب الفي دي من ان انا دوز اللي انا اديتها على التركيز امتى؟ يعني انا ممكن الخبطك واقول لك ان الفوليوم اوف ديستريبيوشن ايكوال اماونت بير ستيدي ستيت كونسنتريشن. لا ده الفي دي ايكوال اماونت على الكونسنتريشن ات زيرو تايم، لازم مجرد ما اديت الدواء باي طريقه اورال انترافينوس اقيس البلازما كونسنتريشن، هنا اقسم الاماونت على البلازما كونسنتريشن. ده معناه ويأكد لك المعلومه ان مجرد الدواء ما اتاخد حالته ايه بقى؟ لو هو هايلي باوند ستيشن هيجري، عقبال ما انت تقيس مش هتلاقي دواء في الدم كتير. ماشي؟ لو هو هايلي باوند ستيشن بروتين. فاهمين يا دكاتره ولا لا؟ فانت لازم تقيس البلازما كونسنتريشن. النقطه الثانيه، عرفنا علاقه الفي دي بالهاف لايف والكليرنس بالهاف لايف، انه لما يزيد الفي دي الهاف لايف يزيد. شفت بقى انه الهاف لايف بيتغير بالديزيز ستيتس، يعني مثلا انا الفي دي بتتاثر بايه؟ بروتينز اللي موجوده في الجسم، سواء بلازما بروتين او تيشو بروتين. واحد ما بياكلش وعنده مال نيوتريشن ما بياخدش بروتين، غالبا البروتينز اللي في التيشو قليله، فالدواء هيتوزع فين؟ ما هو بيروح للانسجه ليه؟ عشان يبقى باوند بالتيشو، ما هيلاقيهاش خلاص مش هيتوزع. واحد عنده بليدنج وبيفقد بلازما، واحد عنده ليفر ديزيز والليفر بيخلق بلازما بروتين، واحد عنده رينال ديزيز وبرضه الكدني لها علاقه باخراج الالبيوم والحاجات دي، فبالتالي بتتاثر. ولما الاليمينيشن اللي هو في المقام يزيد هتلاقي الهاف لايف يحصل له ايه؟ يقل، مش كده؟ فبالتالي المعادله اللي فوق خدناها قبل كده، المعادله برضه خدناها. انت لما توديه المستشفى وتقول له ده باي انفيوجن، يعني ايه انفيوجن؟ يعني علقه على محلول ويتنقل للمريض، يقول لك ده راح المستشفى ركبوا له محلول، انا كسرت الدواء حطيته في المحلول ده، فبيتنقل للمريض باي دريب ميثود بالتنقيط، تمام؟ فبالتالي انت بتحسب بقى الاليمينيشن او الريت اللي انت هتحقن بيه، هتقول انا هدي كام نقطه في الدقيقه؟ هدي له قد ايه؟ الدوز اللي انت بتديها باي انفيوجن هي زي بالظبط المينتنس دوز اللي عرفنا الكونسبت بتاعها، مش بعد ما انا بوصل للستيت ستيت بدي دوز عارف هيخرج قدها، يبقى الانفيوجن ريت يعتمد على ايه؟ على الكليرنس. يبقى انا لو ضربت الستيت ستيت في الكليرنس خلاص هيديني الانفيوجن ريت، اقول انا هدي الدواء ده كل قد ايه وهدي كام نقطه في الدقيقه والحكايه دي، ماشي يا دكاتره؟ يعني في الساعه هدي له كذا، فاحسبها بقى على مستوى الدقيقه، او للممرضه عندي في المستشفى اديله 20 نقطه مثلا في الدقيقه، لان عايز كميه في الساعه توصل قد ايه. الانفيوجن ريت ده يعني مينتنس دوز، يعني معادله الكليرنس في ال اول ما يجيب لك في المساله سيره دوزنج ريت
افتكر انفيوجن، افتكر الكليرنس. لما اقول لك انا عايز اوصل للستيد ستيت بسرعه، افتكر انا عايز ايه. مع المساله كده افهم اللي هو مطلوب، خلاص المعده هطبقها على طول. عايز اوصل للستيد ستيت بسرعه فهدي دوز، افتكر ان انا هدي لودنج دوز. ماشي تتر. هنا بقى في الانفيوجن ريت انا ليه ما قسمتش على البايو افيلابيلتي المعده ديت؟ لاني انا هدي انترفينوس، فاهم؟ البايو افيلابيلتي واحد 100%. لكن لما احسب المينتنس دوز في الاخر بقى، المينتنس دوز هي نفس معادله الانفيوجن ريت، ان انا اقرب الكليرنس في الستيد ستيت، بس اقراها حاجتين. المينتنس دوز دي ممكن تتاخد في المستشفى باي انفيوجن، وبكده انا هطبق فوق والبايو افيلابيلتي 100%، والدوز انترفال ما انا خلاص ده انفيوجن، يعني ما فيش كل قد ايه خلاص. لكن لو انا هحسب مينتنس دوز هيمشي عليها المريض في البيت كل كام ساعه، لازم اراعي ان اضرب الكليرنس في الستيد ستيت في ايه؟ في الدوز ريت اللي هو تي على البايو افيلابيلتي. اشوف الدواء اورال بيبقى البايو افيلابيلتي كام، يبقى لازم احط في المقام البايو افيلابيلتي وفوق الدوز انترفال. اللي لو انتوا فاكرين المعادله اللي قلتها لكم المره اللي فاتت اللي هي ستيد ستيت ايكوال اف دي على سي ال تي، فاكرينها؟ هي نفسها اهي صح؟ ان المينتنس دوز او الستيد ستيت مرتبط بالكليرنس. انا شايف المينتنس دوز دايما مرتبط بالكليرنس، واللودنج دوز مرتبطه بالفي دي. حتى اللودنج دوز اهي فوق في دي في الستيد ستيت كونسنتريشن، هنا مكتوبه سي بي بلازما كونسنتريشن نقصد بي ستيد ستيت، نقسم على البايو افيلابيلتي. لازم في اللودنج دوز او المينتنس دوز تقسم على البايو افيلابيلتي بالطريقه اللي انت لو انت هتدي انترافينس خلاص، يبقى ستيد ستيت مضروب في الفي دي يبقى لودنج، ستيد ستيت في كليرنس يبقى مينتنس دوز. خلاص هي البايو افيلابيلتي واحد. فاهمين يا دكاتره؟ انتوا هتقروا المسائل هتحسوها اتفه من التفاهه وبتطبق فيها الكلام اللي احنا بنقوله. اتفضل دكتور. يس. ما انت اللودنج دوز بتديها حته واحده. بص استاذ ياجر انت ساذج. حته واحده او في اليوم في ال 24 ساعه الحته الواحده دي ممكن تقسمها. على فكره اللودنج دوز ممكن تتقسم، على فكره ممكن اقسمها في اليوم ادي له كل 8 ساعات بحيث ان التوتال في اليوم هياخد اللودنج دوز قد كده بس. ماشي. مين اللي سال الدكتور؟ ليش ما ضربت بالدوز لا، ما هو كونتينيود عن طريق الوريد بيتاخد مره واحده الانفيوجن ده مره واحده. انا ما بقطعش واقول له تعالى تاني اعمل لك انفيوجن، تعالى تاني اعمل لك انفيوجن، تعالى تاني اعمل لك انفيوجن. لا ماشي. طيب ايه سؤال تاني؟ فاهمين؟ تعالوا بقى الجزء الاصعب او مش اصعب خلاص. الموديل اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت، خلي بالكوا يا دكاتره كاينتيك اوف، عايزين نعرف كيف يتصرف الجسم مع الدواء وبيخرجه ازاي. في موديل المره اللي فاتت قلناه اللي هو الفيرست اوردر، اللي هو كل ما يزيد تركيز الدواء في البلازما هو هيخرج كتير، هيخرج كونستانت فراكشن. فاهمين ازاي؟ هيخرج نص الموجود. طب الموجود زاد، عشان كده لما خدنا المره اللي فاتت المثال كنا بنقول ايه؟ ال 200 بقوا 100، بس بتاخد الجرعه جديده بقى توتال 300. الجسم يتصرف ازاي هنا؟ يخرج نص ايه؟ نص ال 300. يبقى كل ما زاد الكونسنتريشن في الدم كل ما هو خرج كتير. خرج قد ايه كتير؟ كونستنت فراكشن. يعني هو الكتير ده ايه؟ قد ايه الكتير ده؟ نصه بس. ايه فراكشن ولا اماونت؟ فراكشن، لان انا هنزل النص. ماشي؟ زي الطالب، انا بقول لك ايه النهارده؟ محاضرات فارما، محاضرات باثولوجي، محاضرات كذا، محاضرات كذا، كميه كبيره. في واحد يقول لي بقى انا كل ما يزودوا هم كميه الحاجات اللي بتتاخد، انا هذاكر كتير. انا هذاكر النهارده ساعتين بس عشان انا خدت محاضره 4 ساعات، انا خدت كتير النهارده هذاكر اكتر 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 اكتر. ماشي؟ طب الهاف لايف هنا في هذا الموديل ثابت ولا مش ثابت؟ ثابت، كونستنت. خلاص؟ مش هيتغير. ماشي يا دكاتره؟ في موديل تاني بقى الجسم بقى تحس برخامه فيه، ينزل كونستانت اماونت مش فراكشن، كونستانت اماونت افري يونت اوف تايم اند نوت بيهيفز ولا يحترم الهارد لايف.
انا هخرج كميه ثابته في كل وقت معين. يعني ايه الطالب؟ نرجع لمثال الطالب. النهارده خدنا المحاضرات قد كده، بص هم ما لهمش عندي في ذمتي غير ساعه واحده بس انا اذاكرها بس. يا بابا طب تتوب كتير النهارده وخدنا وخلصنا الكاينتك النهارده، طب ذاكر كتير. هي ساعه، انا الطالب، انا الطالب ماشي مش هذاكر غير ساعه، عندي امتحان بكره مش عارف ايه كميه قد كده. ايه ده الجسم دلوقتي ينزل 20 مللي جرام مثلا كل ساعتين او كل اي وقت معين، مش هو الافضل كل وقت معين تمام. طب دلوقتي التركيز زايد يا عم يا جسم، انت دلوقتي كتير في البلازما كونسنتريشن، البلازما مليانه دواء، طب خرج اكتر. لا انا قدرتي كده، انا ساتيرابل بروسيس، انا هخرج كميه ثابته بغض النظر عن التركيز. اجل الهاف لايف بقى في حاله الاستيت، في حاله ده اللي بقول لكم عليه كونستنت اماونت، لا يراعي تركيز الدواء في البلازما، ملوش دعوه كتير ولا قليل، انا هنزل كذا. خدتوا بالكم؟ الهاف لايف بقى في الزيرو اوردر يتاثر بالكونسنتريشن. يعني لو الدواء تركيزه في الدم كتير في الزيرو اوردر تلاقي الهاف لايف كبير ماشي، واول ما يقل التركيز تلاقي الهاف لايف صغر. شفتوا الموديل ده اسمه زيرو اوردر. فاهمين يا دكاتره؟ اللي مش فاهم بالبلدي كده، يعني انا لو عندي محلول بنقوله للمريض وسبت اللي هو السموم ده اللي هو بينزل كام نقطه في الدقيقه ده سبته مفتوح، ده زيرو ولا فيرست اوردر؟ يعني كترت في البوتل بتاعه السوائل دي، كترت فلويد فنزل كتير. يبقى ده ايه زيرو؟ ايه زيرو ده؟ ليه زيرو؟ ده كل ما كان كتير نزل كتير، نزل نص اللي موجود بس ده كتير بقى نص كتير. لكن انا لو ظبطت بقى المحلول، لا انا تخيلت ان هو مش متظبط، تعالي دلوقتي نظبطه على 20 نقطه في الدقيقه يبقى ده ايه؟ طب انا كترت في الدم ده بقى كتير، ما يزيدوش عن 20. لا ما هو انت مظبط على 20، الجسم كده كفاءته هي 20 ساتيرابل بروسيس. لكن الفيرست اوردر كان ايه؟ يا لهوي يا لهوي. عارفين الحته دي في الامتحان مليانه وفي الاسئله مليانه، ولعب لكم بالالفاظ لعب فظيع. ايه رايكم بقى؟ وانتوا غالبا هتقولوا ده صعب، انا عارف بس سهل والله العظيم سهل، بامانه سهل يا ناس سهل. ومثلتها لكم بالطعن، انا طالب دلوقتي عمالين يدوني كتير فانا بذاكر كتير، واحد تاني عمال اديله كتير هي ساعة واحدة بس مش هذاكر أكتر منها. طب وليه سميناها زيرو؟ ده الشاطر ده لما ربنا اديله جايزة ليه سميناها زيرو؟ وات ايفر ذا بلازما كونسنتريشن ذير از أكونستنت أماونت هتخرج، وات ايفر بلازما كونسنتريشن. لا أنت عمال تجاوب وأنت عمال، لا أنا عايز حد من ورا، ليه سميناها زيرو؟ اللي يعرف تاني قول. أيوه لا هي ليها علاقه بالماثيماتكس يعني الرياضيات، ليه بنسميها زيرو؟ بصوا تعالوا، طب من اجل البتاع، بصوا الزيرو اوردر، الزيرو اوردر لو انا عملت علاقه بين التايم والكونسنتريشن، الزيرو تايم لينير. يعني ايه لينير؟ يعني مع الوقت هي نفس الكميه اللي هتخرج، سيم اماونت هتخرج. فاهمين ازاي؟ والبلازما كونسنتريشن هتلاقيه بيقل بيقل ستيدي كده، لان هو انا سبت 20 20 20 20 20. لكن الثاني لا، بصوا الثاني شكله ازاي؟ اهو فيرست اوردر اليمينيشن. الثاني ده هتلاقيه اكسبوننشال بيسموه. يعني ايه اكسبوننشال؟ يعني هو التركيز كان كتير، بصوا لما التركيز كان كتير، بصوا في الاول التركيز هنا كان كتير، بصوا ده اليمينيشن على فكره. بصوا التركيز هنا لما كان كتير ايه اللي حصل؟ الاليمينيشن كتير، ده الاليمينيشن كده. لما مع الوقت بعد وقت معين بعد مفضلات معين التركيز بدا يقل، فانا بنزل نص اللي موجود، نص اللي موجود في تناغم مع البلازما كونسنتريشن. الاليمينيشن متناغم او بروبورشنال مع البلازما كونسنتريشن.
في كتير هنزل كتير فهنزل بسرعة. لكن التاني التاني تحس حتى الوقت عشان الدواء اتخلص منه باخد وقت طويل. فاهمين؟ انا عندي تركيز كبير بس انا هخرج 20، عندي تركيز اكبر هخرج 20، عندي تركيز اكبر هخرج 20. هوريكم الهاف لايف دلوقتي. فاهمين لغايه دلوقتي الكونسبت ده؟ اي دكتور لا 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 هي دلوقتي الزيرو اوردر والفيرست اوردر بيبقى على الموديل بتاع الاليمينيشن. انا خلاص الدواء وصل للستيت ستيت في الحالتين وبيشتغل، بس السؤال كيف ستتعامل مع الدواء الموجود في البلازما؟ هل لو الدواء كتير في البلازما انا كجسم والكدني هتخرج كتير؟ فده فعلا بيحصل في الفيرست اوردر، ان انا عندي بلازما كونسنتريشن انا هخرج. انا خدت قرار ساخرج من الجسم نص الفراكشن اللي في الدم زي ما عملنا المره اللي فاتت، قلنا 200 خدت جرعه جديده بقى في الدم كام؟ 300، خرجت نص ال 300. لما اتغيرت بعد كده واديت جرعه جديده خرجت نص اللي موجود في الدم، صح ولا غلط؟ يبقى ده اسمه ايه؟ فيرست اوردر. لما الاليمينيشن يتناسب مع البلازما كونسنتريشن خلاص والهاف لايف ثابت. خلي بالك الهاف لايف في الفيرست اوردر ثابت، كل مرور هاف لايف سيخرج نص الموجود، سيخرج نص الموجود، سيخرج نص الموجود. ماشي؟ طب انا زودت لو الدوز زادت، لا هزود برضو الاخراج، هنا في كفاءه، هنا الاليمينيشن انساتيرابل، الكدني لا حدود لها. الفارما تديها كتير تديك اكتر، تديك كتير تفهمها تديك درجات كويسه. تمام؟ انت لما تبقى بتشتغل بضمير وفي مهنتك بتدي المريض وقته هتشتغل وهتطلع ناجح. لكن التاني ده بقى الزيرو اوردر، ده جسم خيبان، ده كفاءته ينزل اماونت مش فلاش، اماونت بير يونت اوف تايم ريجاردلس بلازما كونسنتريشن. عمال اقول لكم يا عم ده المذاكره زادت، ده الكميه كبيره، لا انا هخرج 20 مللي جرام. طب الهاف لايف، بصوا بقى في الهاف لايف، الهاف لايف لا، بصوا الرسمه ديت، ده الفروقات اهي قبل ما نشوف الرسم. في الفيرست اوردر لما يزيد البلازما كونسنتريشن يزيد الريت اوف ميتابوليزم اند اليمينيشن. ما انا لما بتكلم عن اليمينيشن بتكلم عن ميتابوليزم واكسكريشن. وحتى على فكره على مستوى الابسوربشن يا دكاتره برضه في فيرست اوردر كاينتيك اوف ابسوربشن وزيرو اوردر كاينتيك اوف ابسوربشن. لانه يعني مثلا لو الدواء بيمتص بحيث ان نص اللي موجود في الانتستين يبقى ابسوربت، ولو زودت الجرعه هيمتص اكتر، لو زودت الجرعه هيمتص اكتر حسب التركيز الموجود في البلازما، يبقى ده فيرست اوردر. لكن لما الانتستين تمتص لي اماونت معينه وات ايفر كانت الدوز يبقى ده ايه؟ زيرو اوردر. ماشي يا دكاتره؟ النقطة الثانية اهو الريت اوف اليمينيشن، خد بالكوا الحتة دي بقى عشان دي والهاف لايف ضد بعض. في الفيرست اوردر الاليمينيشن يتناسب مع البلازما كونسنتريشن، مين اللي ثابت؟ الهاف لايف. لكن في الزيرو اوردر الاليمينيشن الاماونت اللي بتخرج والكليرنس يعني تمام، هنا ايه؟ لا تتناسب مع البلازما كونسنتريشن. بس مين اللي هو هيتغير بقى؟ الهاف لايف. بصوا للهاف لايف في صورتين انا جايبهم لكم، اللي مش فاهم يقول عشان الموضوع ده مهم في الاسئله. انا عمال بغششكم اهو. نقفل بس ده الايميل على فكره مفتوح، ممكن واحد يدخل عليه ويعمل هاكر ليه او يغش اسئله مثلا او حاجه مثلا. فنروح نعمل ساين اوت، انا ما عملتش ساين اوت اهو. انا عارف في طلبه بتدخل اهو. فرش نعمل ايه؟ لوج اوت. ايه ساين اوت يا بابا؟ ساين اوت يا بابا، ساين اوت بس كده. انا سيف ساين. تمام. تعالوا بقى ليه على الديسك توب هتلاقوا صورتين. بصوا بقى للفيرست اوردر، بصوا بقى للفيرست اوردر، دي صوره اهي عايزين نكبرها، نكبرها فين التدقيق اهو. بصوا بقى، شوفوا التركيز بعد ما كان 20%
بقى 10% ده الفيرست هاف، وبعد كده السكند هاف نزل نص ونزل نص. بصوا للفيرست هاف لايف، انا هنا بدي دواء مره واحده، خدت بالكم؟ بقى الفيرست هاف لايف كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 مربعات اهو، ادي الفيرست هاف لايف. تمام؟ زي ما بقول لك شكل الكيرف في الفيرست اوردر اكسبوننشال، المنظر ده ان هو في تناسب مع الكونسنتريشن، في تناسب مع الكونسنتريشن. السكند هاف لايف كام؟ كام مربع؟ 1 2 3 4 5 6 7 اهو خلص هنا اهو. الثيرد لاين، الثيرد هاف لايف 1 2 3 4 5 6 7 اهو، تمام 7. يبقى هنلاقي الهاف لايف ثابته ثابته. لكن بصوا بقى للزيرو اوردر، بصوا بقى للزيرو اوردر. في ناس تقول لك الزيرو اوردر دي هاف لايف، اه دي هاف لايف ماشي، بس ايه؟ بس الهاف لايف بيتغير حسب التركيز، يعني تحس كده الجسم اهو. بصوا بصوا في الاول لما كانت التركيزات عاليه في الدم المفروض هو كان خرج كتير، لا ده لما كانت التركيزات عاليه شوفوا رخامه الجسم بقى وان هو ساتيورابل. بصوا بصوا الهاف لايف الاولاني 1 2 3 4 5 6 ونص. بصوا لما قلت التركيزات تحس الجسم بدا يحن شويه، خدت بالكم؟ بصوا الهاف لايف بقى كام؟ بدا يقل الهاف لايف 1 2 3 ونص. شوف الهاف لايف اتغير ازاي؟ بصوا في الهاف لايف الاخير السيرد، بصوا يبقى وهنا شكل الكيرف لينير. ليه لينير؟ لان هي كونستنت اماونت تخرج بير يونت اوف تايم، مش كونستنت فراكشن. في تناسب مع الاليمينيشن بقى، هل مين اللي بيتناسب في الزيرو اوردر مع البلازما كونسنتريشن؟ الهاف لايف هو اللي بيتناسب، لكن الاليمينيشن اتسلف عمليه الاخراج نفسها في الزيرو اوردر بتحدث بغض النظر عن البلازما كونسنتريشن. في الزيرو اوردر انا كان عندي كتير والدم خرج يا دوبك حبه صغيره، ولو برضه زادت هيخرج نفس الكميه، ولو زادت هيخرج نفس الكميه. فهمتوها ولا لا؟ اذا بعد هذا المحاضره المفروض تخرج يا رب ان انا اكون طالب فيرست اوردر، ها اذاكر في البيت واقول لنفسي ها اشجع نفسي كل شويه ويدخل يقولوا انا يا مجنون، انا فيرست اوردر، انا فيرست اوردر، انا فيرست اوردر، انا فيرست اوردر. واحده بقى عايزه ايه بقى؟ تاخد البكالوريوس والشهاده وتقعد في البيت وتتجوز وخلاص. انا مالي بالطب واللازمه دي، انا زيرو اوردر، انا زيرو اوردر، انا زيرو اوردر، انا زيرو اوردر. طب يا ماما ده زودوكي كتير وخدت كتير، لا انا هذاكر ساعه بعدين عايز اعمل شوبينج كمان، انا زيرو اوردر، انا زيرو اوردر. فاهمين يا دكاتره؟ سهلين والله بامانه، سهلين جدا في الامتحان، مهمين قوي قوي قوي. ها يا دكتور طبعا فيرست اوردر افيشنت احسن صح؟ اقولكم مفاجاه، الفارما دايما اصالتها في مفاجات. بعض الادويه تخرج بفيرست اوردر زن زيرو اوردر، برضه ردود الافعال لسه تحس كده يعني انتوا بجد هنتعب معاكم فعلا فعلا. يا جماعه خليكم سنسيتيف شويه، الحاجه تتقال. معقوله معقوله فينيتوين ده اللي انتوا سمعتوا عليه في المساله من شويه بيخرج الاول بفيرست اوردر، وبعد كده لما الدوزز تزيد الجسم مش هيخرج باي زيرو اوردر، ولا لا يا فينيتوين؟ انسى ايام زمان يا بابا لما كنت بلاقيك كتير اخرجك كتير. انا دلوقتي بصراحه زهقت منك يا فينيتوين، انت فصيل، انت وحش، انا هذمك، انا هخرج اماونت معين كنت هتحول الى زيرو اوردر. هنا ساعتها نقول الكاينتيك دي ايه؟ نقول عليها بقت ساتيورابل، عشان كده انا عندي فيرست اوردر كاينتيك، زيرو اوردر كاينتيك، ساتيورابل كاينتيك. انا ابقى كذا وبعدين ابقى كذا. انتوا دلوقتي كدفعه بادئين في الاستوردر تاخدوا كتير، بعد كام اسبوع هذا تراكم عليكم حاجات هتتحولوا لزيرو اوردر. هو كده الفينيتوين الاسبرين بجرعه كبيره، على فكره الاسبرين اللارج دوز بيبقى كده، عشان كده بقول لكم عند اللزوم ديت معلومه كاذبه. يعني دلوقتي انا مصدع هاخد اسبرين، بعد شويه لسه الصداع موجود، الدكتور كتب لي عند اللزوم هياخد كمان وهياخد كمان. الاسبرين في الجرعات الثيرابيوتيك في الاول بيخرج بفيرست اوردر، لما تزيد الجرعات هيبقى زيرو اوردر وهيتراكم في الجسم وهيبقى توكسيك جدا. يعني كميه الهاي بتتحكم في الجسم؟ نعم. كميه
لا هو موديل الإليمينيشن هو اللي بيتحكم مش الدوز اللي انا هديها. هي هو دلوقتي موديل الإليمينيشن لما الجسم لقى ان الجرعات بتزيد بدا يبقى زيرو اوردر. خدت بالك؟ اه دكتور. ربنا خلقهم كده. نقول لهم ايه؟ اقول للدواء انت فيرست اوردر، عايزك زيرو اوردر يا دواء. لا ما ينفعش، هو الدواء كده ربنا خلقه. أسئلة اللي هم اللي ايه السنافر الصغيرين الوقت جاب ليه؟ اه يعني ايه؟ طب ليه ما يبقاش كده؟ عندكم هذه الأسئلة الساذجة بنسبة كبيرة بس حلوة برضه. اوعى تزعل أنا بهزر معاكم. اه يا دكتور. اه هيزيد الإليمينيشن لو زاد البلازما كونسنتريشن. اه لا في الفيرست اوردر ما بيتغيرش. ما بيتغير ليه؟ هو بعد هذا الوقت سينزل نص الكتير، سينزل نص الموجود. في الزيرو اوردر في الهاف لايف لقينا انه مع التركيزات الكبيره الهاف لايف كان كبير. وعشان ينزل الدواء تركيزه للنص مع الهاف لايف يعني ايه؟ يعني ايه هاف لايف؟ اي تركيز الدواء ينزل للنص. في الفيرست اوردر هذا التايم ثابت. خدت بالك؟ لكن في الزيرو اوردر مع التركيزات العاليه في الاول تلاقي الهاف لايف كبير. فاهمني؟ يعني بعد مرور وقت طويل انا وصلت للنص، ده معناه ان انت جسم مقصر، انت ما بتخرجش. فاهمني؟ يا فرحتي انت لما بدات تبقى لما التركيز بدا يقل نص التركيز القليل ده تركيزه نزل للنص بعد وقت صغير. يعني الهارد لايف اتأثر يا فرحتي انا بالحته الاخيره، انتوا فرحانين يعني ان الزيرو اوردر في النهايه الهارد لايف صغر؟ صغر لما التركيز قل. ولما التركيز كان عالي كنت فين يا جسم؟ ما بتخرجش ليه؟ والهارد لايف بتاعك كان طويل. اصل انت اخراجك ليس معتمد على البلازما، انت كنت بتلاقي الدواء في الدم وما كنتش بتخرجه يا جسم. ده شرير. لكن في الفيرست اوردر انا كنت بلاقي دواء في الدم وجرعه جديده كمان بتتاخد، كنت اقول وماله وماله نخرج نص الكتير ده ننزل. يا سلام برافو عليك يا فيرست اوردر. صح؟ فاهمين يا دكاتره ولا لا؟ ركزوا كويس في هذا الكونسيبت بتاع اللي انا بقول لكم. انا دايما دايما بحط الاسئله وببقى جاي المحاضره خلاص حاطط الاسئله عشان اخلص تمام، ويبقى كلامي في المحاضرة متأثر بالأسئلة علشان الطالب نوع من إن هو خلاص أنت دلوقتي سمعت الحاجة ذاكرها على طول. عشان كده بقول لك أنا المحاضرة أهم حاجة الريكورد بتاع المحاضرة. تسمع كلام، كلامي بيبقى طالع من الأسئلة. خلاص؟ أه يا دكتور اتفضل. في الفيرست لا طريقه الستيد ستيت لا هي هي لا ماليش دعوه انا الوصول للستيد ستيت لا ملوش علاقه بالاليمينيشن. انا وصلت للستيد ستيت، ايه اللي فاكر هتاثر لي على وصولي للستيد ستيت؟ الابزوربشن بقى والبايو افيلابيلتي والديستريبيوشن للانسجه والحكايات دي تمام. الاليمينيشن هياثر على هذا التركيز على هذا الستيد ستيت كونسنتريشن، وليس انه هذه الموديل هتحدد للستيد ستيت. ده انت وصلت للستيد ستيت، ماذا بعد الوصول الى الستيد ستيت؟ كيف سنخرج الدواء ده زيرو اوردر على فيرست اوردر؟ ماشي. في لو فيرست اوردر زيرو اوردر على مستوى الابسوربشن يبقى قبل الستيد ستيت ماشي، لكن بعد الستيد ستيت لما اقول كاينيتيك اوف اليمينيشن خلاص انا وصلت اوريدي للستيد ستيت. ماشي ماشي. اجابته تقوله ماشي وخلاص. والمعادله دي والسلايد دي مهمه جدا. خلاص تعالى بقى نمهمك شويه كده في الباور بوينت الاخير ده ونخلصه النهارده تمام. ده كلام قلناه اوريدي كتير قوي قبل كده، فعشان كده هنجري. في حد مش فاهم حاجه في كل الكاينتيك اللي فاتت؟ في حته بس زياده في الاكسكريشن بقى. في الاكسكريشن الاكسكريشن عن طريق بقى اماكن كتير، وشفنا بايل وشفنا كده. في الكدني بقى كيف يخرج الدواء؟ في فلتريشن ان الدواء يبقى فلترد ما بين البورز بتاعت الجلوميرولار كابيلاريز، ودي اكتر لمين؟ مين الدواء اللي يخرج باي فلتريشن؟
الووتر سوليبل تمام. طيب في تاني بقى جوه التربيول اللي فيه اليورين في عمليتين يا دكاتره عكس بعض. الدواء يبقى في اليورين كان بي ري ابزوربت للبلد، ده ابزوربشن جديد بقى مش الابزوربشن اللي كان زمان في الانتستين، ري ابزورب حسب البي اتش بتاعت الدواء. لو الدواء اسيديك لقى نفسه في اسيديك يورين هيبقى ليبيد سوليبل ان ايونايزد هيبقى ايزلي ري ابزوربت. في عمليه بقى للعكس اسمها سيكريشن، الدواء يبقى في الدم بس ما ينزلش بقى عن طريق اللي هو الفلتريشن، لا يبقى موجود في الدم يديه للخلايا اللي بتلاين الرينال تيوبيولز يقول لها يا خلايا بليز خرجي الدواء لليورين. يبقى دي اسمها ايه؟ سيكريشن. سيكريشن او اكسكريشن باي سيكريشن. عشان كده لما قلت لكم لو دواء ليبيد سوليبل، مش احنا عرفنا من القاعده العامه ان الميتابوليزم تحول الليبيد سوليبل الى ووتر سوليبل؟ طب افترض قلت لك ادراك ليبيد سوليبل از اليمينيتد ان تشينجد، كيف خرج الليبيد سوليبل ان تشينجد وهو ما تحولش الووتر سوليبل؟ باي سيكريشن، ان خلاص من الدم افرز عن طريق الرينال تيوبولز وخرج اليورين ان تشينج. وممكن يبقى ووتر سوليبل خرج ووتر سوليبل برضه ان تشينج، لكن غالبا الميتابوليزم المفروض ان هي تحول لي الدراج من ليبيد سوليبل ووتر سوليبل، لان غالبيه الادويه بتخرج ميتابولايز، فلازم يبقى ووتر سوليبل تو بي فلتر. ماشي يا دكاتره؟ في موقف تاني هقول لكم بعد فاصل بقى، خدوا خمس دقائق راحه عشان احس ان انتوا فصلتوا. لا هي خمس دقايق وهنرجع، بس حاجة بسيطة، حاجة بسيطة جدا دي خلاص. بس انتوا طب جاهزين اقول؟ تمام ماشي يا دكاترة. اوكي انا خايف عليكم. البنسلين يا دكاترة، البنسلين ده بصوا بقى الهاف لايف بتاعه ساعتين لاربع ساعات، بس تلاقي احيانا احنا ممكن نزود الديوريشن اوف اكشن. طبعا ما هياش الهاف لايف دوت زي ما اتفقنا، هو حد دايما يقول الهاف لايف هو نفس الديوريشن خلاص؟ في حد عنده الكونسبت ده غلط؟ فاهمين؟ احيانا انا بيقول لك البنسلين مينلي بيخرج 10% باي فلتريشن و90% باي سيكريشن. شفتوا ازاي؟ يعني المين اخراج للبنسلين باي بينج سيكريتد فاي رينال تيوبولز. عشان ازود الديوريشن اوف اكشن اروح الى داهك على البنسلين. البنسلين ده اورجانيك اسيد. حاطط اورجانيك اسيد تاني اسمه بروبينيسيد، هقول لكم في السلايد بعد لحظات. بروبينيسيد فيتنافسوا مع بعض، يروحوا الاثنين يتحشروا كده اهوت عند الرينال تيوبيول، الدم اللي راح للرينال تيوبيول يا بنسلين انا اورجانيك اسيد وانا بروبينيسيد اورجانيك اسيد، امشي يا بنسلين ارجع الدم يا بنسلين ارجع الدم انا يا بابا اللي هخرج. فروح انا ايه ضحكت على البنسلين بالبروبينيسيد، ابقى انا كبروبينيسيد بينج سكريتد والبنسلين ريمينز ان ذا بلاد to accept more action، وكده زاد الاكشن بتاع البنسلين. دي اسمها ده رياكشن مهم جدا على مستوى السكريشن. فاهميني؟ عشان كده بقى الباور بوينت التاني ده هسرع فيه جدا لان هو اوريدي شرح، خدت بالكم مجرد كلينيكال ابلكيشن للي فات. ماشي؟ يعني احنا دلوقتي خلاص كونسبت الايونيزيشن فهمناه، مش كده؟ مش محتاجين نكرر ونعيد ونزيد اسيد بيبقى امتى ايونايزد وامتى ان ايونايزد والكلام ده. ماشي؟ اهو اسيد لو لقى نفسه فيه بتاع دوت هيبقى ايونايزد امتى وهيبقى نون ايونايزد امتى. ايونايزد اهو عليه النيجاتيف تشارج ليه، مش كده؟ الكلام ده انتوا عارفينه خلاص. طيب لو حطينا اسيدك دراج في بي اتش مليان هيدروجين، يعني البي اتش اسيدك يعني لو بي اتش، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى ان ايونايزد اكتر وبالتالي بينج ايه؟ بينج سوري نون ايونايزد او بريدومينيت. ماشي؟ الاسبرين اسيدك في الاستومك هيبقى نون ايونايزد، خلاص عرفناها الحركه دي، عرفناها الحركه دي. اه بصوا الاسبرين اللي هيحصل حركه ظريفه جدا، لو هو ايونايزد بصوا الايونايزد هيعمل ايه؟ نزل خلاص فرق، مش هيقدر ان هو يعدي الليبت باي لاير، لكن نون ايونايزد بصوا باسنج الليبت باي لاير ده بينج ابزوربت كويس. ماشي خلاص يبقى الحته دي احنا قلناها تماما. فيرست باس اه حلينا المشكله بتاعت فيرست باس دي وعرفنا اونلي ان ذا ليفر وحته في اماكن ثانيه وخلاص عرفنا هذا الكلام. الكلام ده ما فيهوش حاجه ان ايه طبعا بيقلل البايو افيلابيلتي بلا شك،
والإليمينيشن عن طريق الكدني عرفنا، والريأبسوربشن عرفنا، والهيموغايرسيس دي يحصل لمين؟ ايه بقى الفكرة امتى الهيموغايرسيس؟ للأدوية اللي ليها ايه؟ هاي فوليوم اوف ديستربيوشن زي ما بيقول الدكتور. غلط! ساذج واحمق! ايه ايه؟ عمالين نقول ونعيد ونزيد. طبعا تزعل، انا احمق، انا اللي احمق. يا رب على لسان سعادة اللسان ده يا جماعة، نقمة خطية فظيعة. بص يعني تهورت وزعلت فيه وقلت له احمق وحليت. انت فظيع يا ماما. اتيوبلر ري ابزورب اكتف ترانسبورت. على فكرة السكريشن ده كان اكتف ترانسبورت. ده عشان انت يا بنسلم تبقى في الدم وعايز تخرج الى اليورين عشان تبقى سكريت محتاج انرجي. وانس قلت اي ريكواير انرجي تو باس الممبرين يبقى ذيس از اكتف ترانسبورت. ماشي يا دكاترة؟ محتاج وايز بروبنسيت. دي سؤال مهم جدا في الامتحانات. وايز بروبنسيت سام تايمز جيفن اس ان ادجوفنت انتي بايوتيك ثيرابي. ومش بس على فكره البنسلين، في انتي بايوتيكس كتيره بنحط معاها بروبنسيت، لان عارف ان انا عايز اخلي الانتي بايوتيك ده في الدم. ماشيين يا دكاتره؟ مفهوم يا دكاتره؟ تمام. الكومبيت اهو عمليه التنافس زي ما انتوا بتتنافسوا على بعض مين اشطر ومين اقل شطاره والحكايات دي. ولا ما بتتنافسوش في تنافسات؟ زمان احنا كنا على فكره الاوائل نقعد اول صف كده ونجري على اول صف. خدت بالكوا يا عيني؟ في بعض الناس كانت بتعمل حركات سيئه جدا. ماشي؟ خلاص عرفنا البي اتش والبتاع الكلام المكرر. امشي فيها يا ماما، بتكرر الكلام ده كتير. رفاهي. ماشي خلاص، بس ده عشان نوضح الكلام. اثر سايتس اوف اليمينيشن اتفقنا عليها. الهاف لايف اتفقنا عليه خلاص. ماشي؟ بنوصل امتى للستيت ستيت؟ بعد 4-5 هاف لايف ده خلاص قلناه. لو انا اديت دوز واحده والهاف لايف زي ما انتم شايفين السته هيبقوا ثلاثه، هيبقوا 1.5، هيبقى ده لو انا سنجل دوز خالص. تمام؟ بس البي اي دي تي اي اتفقنا عليها والمعادله مش مطالبين بيها. ماشي؟ اسمها هاسل باث ايكويشن. انا مش عايز منكم جاست بس تعرف يعني ايه بي كي اي وامتى الدواء يبقى ايونايزد وامتى يبقى ان ايونايزد لما البي اتش بتاعه والبي اتش بتاع الميديم والحكايات. اما بقى الروتس اوف ادمنستريشن فانا مش عايز فيها غير في الجدول ادفانتجز اند ديس ادفانتجز اوف ديفرنت روتس، وده منطقي تماما زي ما احنا قلنا. البايو افيلابيلتي، لو اتكلمت عن البايو افيلابيلتي في ديفرنت روتس، حد عنده جدال على انه بالانترافينس بيبقى 100%؟ تمام. واقرب الروتس للانترافينس اتفقنا عليها اللي هي ايه؟ الانهاليشن والسب لينجوال. ايه مزايا السب لينجوال؟ وليه البايو افيلابيلتي عاليه؟ الفاسكولاريتي العاليه. وتجنبت ايه باي سب لينجوال؟ تجنبنا الفيرست باس ميتابوليزم باي السب لينجوال. يعني انت لو انت مش قادر تدي انترافينس يو كان بوت دراج سب لينجوال. من اشهر الحاجات سب لينجوال اتاخد في الاكيوت اتاكس. يعني يقول لك عندي انجينا مثلا الذبحه الصدريه، انجينا بيكتوريز، بناخد حاجه تحت اللسان هندرس سي بي اس اللي هي النيتروجليسرين. طب الارتنت دراجز تتاخد ازاي؟ ده ملخص الجدول اللي احنا بنقول عليه وتبصوا عليه بس جاست كده فور فان. الارتنت دراج المضادات الحيويه معظمها ارتنت وحراق، ارتنت بيوجع كده اهوت في مكان الحق. نديها ازاي الارتنت دراجز دي؟ مين يتخيل؟ اورال ارتنت عشان يحرقني. تمام. انت عايز تدي دواء لدكتور بقى درست مثلا لو وقع تحت ايدك في العنايه المركزه تقول انت ليه يا معذبتنا زمان؟ انت وقعت تحت ايدي اديك الادويه بطريقه غريبه جدا وكده. الدرجه التدريب يتاخد ازاي؟ سبكوتينيس، وفي اعصاب ياما تحت الجلد ممكن تحرق. ريكتالي، وبرضه ميكوزا تتحرق لا طبعا انتوا بتختاروا اي حاجه الا اللي انا عايزه. انترافينس وخلص نفسي. انترافينس مباشرة، خدت بالكوا؟ لو مش قادر يبقى ايه؟ ديب انتراماسكولار، يا انترافينس يا ديب انتراماسكولار. طب لو في لارج فوليوم اوف فلويد، لو انا هدي دواء موجود في سائل يبقى ايه بالمنطق؟ لارج فوليوم اوف فلويد نديها اي في او انتراماسكولار. حتى مصر احيانا بنحقن فيها سوائل او دراجز. سب لينجوال ليه ما تديش فيه لارج فوليوم اوف فلويد؟
عشان تحت الجلد الفاسكولاريتي قليله. خدت بالكم الابسوربشن ريت سب بتاع ده سب كوتينيس اقل كتير من الماسل عشان الفاسكولاريتي طبعا بتاعه الماسل. الاويلي اند سسبنشن بريباريشن، الادويه اللي في صوره ماده زي الزيت، زي ما نقول واحد عنده لينا عظام طفل كده دول بقى عن فيتامين دي، ماده زي الزيت كده اويلي نديها في الوريد ونسد الوريد بقى ونموت المريض، ولا نديها بطرق اخرى غير الانترافينوس؟ اكيد تمام بتتخذ فعلا انتراسكولار. السسبنشن بريباريشن او ادويه، يقول لك في ادويه كده موجوده بتبقى غالبا اورال تركز الزجاجه جيدا قبل الاستخدام، دي السسبنشن. يعني ايه سسبنشن؟ بارتكلز مليانه موجوده في فلويد، هل تقدر تديها انتروفينوس وبرده الباودر ده يسد الوريد او يسد؟ ما اقدرش ادي الحكايات ديت مع بعض. طبعا الابسوربشن والحكايات ديت تماما خلاص عرفناها، مش هقف كتير انا ده عملي اكتر. خدت بالكم الريتال البايو افيلابيلتي قد ايه؟ قلنا 50 الى 60% مش 100% اطلاقا. الانهاليشن ايه اللي خلى الابسوربشن عالي؟ عشان الوايت سيرفيس اريا اللي شرحناه في اول محاضره. وخلاص كده احنا خلصنا ربع ماده المت، بقينا ثلاث ارباع الدايناميك ثم الاوتونوميك باراسيمباثيك وسيمباثيك. في حد عنده تساؤل اول باول؟ هتحضروا المحاضرات باستمرار والا هقلب. عارفين لو قلل العدد بتاع الطلبه هجيب اسئله ما تتحلش قادر بامان، وانا ما يهمنيش ان شاء الله تطلع نتيجه 10%. لحد كله لحد يومي الحد او اي يوم ما عنديش محاضرات، يعني انا الثلاث والخميس ان شاء الله لحد ثلاث خميس. ده تصدق خلاص اوكي ماشي، ونعمل الريسيرش مع بعض. ها ان شاء الله ان شاء الله. ها اتفضل يا دكتور. انا اسف الكراسه بالهمه ده، ما تزعل.